الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقه حول باب في كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب ان القران يهدي للامام في هذا الباب روى الكليني رضوان الله تعالى عليه حديثين حديث في هذه الايه الشريفه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في معنى هذه الآية. والحديث الثاني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في هذين الحديثين يبين الإمام الرضا والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام يبينان أن هاتين الآيتين تفسيرهما أو تأويلهما في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. هذه الآية في سورة النساء حيث يقول الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عليه أن يعمل لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل طريقا للرزق. صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق لكن اشترط هذا الرزق بالعمل، فإذا عملت رزقك الله، وإذا لم تعمل أكثر الرزق لا يصل إليك. وهنا بحث مفصل حول الرزق نشير إليه باختصار بالمقدار الذي يرتبط بهذه الآية الشريفة وهو ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق لا رزاق غير الله غير الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل اكثر رزقه مشروطا بالطلب كما الخلق من الذي يخلق الناس الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الخلق خلق الإنسان عن طريق سبب جعله هو سبحانه وتعالى وهو الزواج والتناسل. صحيح الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الإنسان من دون أبوين. كما خلق ادم عليه السلام او يخلقه من غير اب كما خلق عيسى عليه السلام. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن سنه الله سبحانه وتعالى جرت في ان يكون خلق الانسان عن طريق الزواج والتناسل. فاذا الانسان تزوج الله سبحانه وتعالى يخلق ولدا له. إذا لم يتزوج الله لا يخلق ولدا له. كذلك في الرزق الرزاق هو الله، لكن الإنسان إذا طلب الرزق الله يرزقه، إذا لم يطلب الرزق الله سبحانه وتعالى لا يرزقه، يعني إذا واحد يجلس في غرفة مغلقة وينتظر نزول مائدة من السماء. لا تنزل هذه المائده ويبقى 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 الى ان يموت، الله سبحانه وتعالى قال له اذهب واطلب الرزق، قد الله سبحانه وتعالى بطرق غير طبيعيه يرزق الانسان، لكن اكثر الرزق جعله عن طريق طبيعي، ولذا نشاهد ان الذي يعمل رزقه اكثر من الذي لا يعمل. ثم بعد ذلك ناتي الى هذه الايه الله سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقكم لكن فضلنا بعضكم على بعض في الرزق لذا تشوف واحد يعمل يحصل المليارات واحد يعمل عملا اكثر من ذلك يحصل الالوف أحيانا شخصان يدخلان في السوق يعملان أحدهما يخرج بربح والآخر يخرج بخسارة، زين إذا أنت شفت واحد أكثر رزقا منك لا تحسده ولا تنظر إليه إلى ماله نظرة حسرة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته اقتضت ان تكون اي يكون الرزق مختلف للانسان المجتمع بحاجه الى مختلف الناس اذا جميع افراد المجتمع كانوا اثرياء من الذي يعمل الاعمال الوضيعة او الاعمال التي الرزق فيها قليل يتتوقف عجله الحياه المجتمع بحاجه إلى جميع أصناف الناس، بحاجه إلى العامل، وبحاجه إلى المدير، وبحاجه إلى التاجر، وبحاجه إلى الكنّاس، وبحاجه إلى عامل البناء، وهكذا. زين افرض هذا الكنّاس في المجتمع، إذا كان تاجرًا كان يذهب إلى أن يكنس مثلًا الأزقة، كلا، يجمع القمامة، كلا. لأنه يحتاج ورزقه قليل يضطر بأن يعمل هذه الأعمال الله سبحانه وتعالى فضل البعض على بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية يعني يسخر بعضكم يسخر بعضكم بعضا زين فبعض الناس أكثر رزقا من بعض الآية تقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أنت اعمل واقنع القناعة ليست معناها عدم العمل، لا، أنت اعمل وقل اعملوا. اعمل واعمل واعمل بالمقدار المطلوب منك، لكن إذا رزقك كان قليل اقنع بما رزقك الله سبحانه وتعالى. فإذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذا واحد رجل ذهب عمل واكتسب مالًا له نصيب في هذا المال، طبعًا هذا حسب العادة، يمكن واحد يعمل ويصرف كل ماله، خاصة إذا كان أعماله من الأعمال التي واردها قليل، لكن حسب العادة الإنسان يصرف جزءًا من ماله ويدخر. جزءا اخر من ماله لذا الايه قالت للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا مراه تعمل في بيتها مثلا تخيط مثلا او بعض الاعمال اليدويه تعمل بها ثم تبيع هذه الاعمال وتحصل اموالا مثلا واسال الله من فضله الله فرق بين الناس في الرزق فضل بعضهم على بعض لكن الباب غير مغلق عليك انت اذا رزقك قليل ومن قدر عليه رزقه اذا رزقك قليل تسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع عليك من فضله ولعل الله يستجيب هذا الدعاء واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، يعني هذا الفرق بينكم واحد اكثر واحد اقل، هذا لان الله سبحانه وتعالى حكيم، وبعلمه وبحكمته فرق بين الناس في الرزق، زين هذا القسم الاول من اقسام الرزق، العمل الذي الانسان يعمله ويحصل عبر ذلك العمل بمال يرتزق منه القسم الثاني من الأموال التي يحصلها أموال يحصلها لا بتعب وهي الإرث إذا إنسان ذهب وعمل وحصل أموال ثم مات هذه الأموال تكون لمن؟ تكون للورثة هل الورثة تعبوا في تلك الأموال؟ عملوا لتحصيل تلك الأموال؟ لا، أبوهم عمل، أبوهم تعب، لكن لأنهم ورثة هؤلاء الورثة أحق بتلك الأموال التي تركها المورث من غيرهم، زين، كيف هذه الأموال تقسم؟ الوالدان وما في الطبقة الأولى والأقربون، لذا الأقرب يمنع الأبعاد، يعني إذا واحد مات وله والدان وإخوة، الوالدان يرثان، أما الإخوة لا يرثون منه ليش؟ لأن الوالدان أقرب إلى الميت من الإخوة، إذا واحد مات له إخوة وأعمام. من الوارث؟ الإخوة هم الورثة لأنهم أقرب من الأعمام إذا واحد ما ترك أعمام وأولاد الأعمام الأعمام أولى من الميت أولى بالميت من أبناء الأعمام إلا في مسألة واحدة وهو أن ابن العم من الأبوين أولى من العم الأبي الذي من الأب فقط وتفصيل ذلك في الفقه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله زين ولكل جعلنا موالية هذا القسم الثاني من أقسام الرزق الذي يحصله الإنسان بدون تعب موالي يعني أولى به في إرثه لأن المولى هو الذي أولى بالشيء. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الكفار يقول حول النار هي مولاكم، يعني شنو؟ يعني أولى بكم. هذا في الجانب السلبي. في الجانب الإيجابي، الرسول صلى الله عليه واله في يوم الغدير ماذا قال للمسلمين؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هاي المقدمة ألست أولى بكم من أنفسكم حتى تكون قرينة لا يجي واحد يقول هنا المولى إلى معنى آخر لا ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه يعني أولى به من نفسه فعلي مولاه فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه هذه الآية تقول ولكل جعلنا موالية يعني أولى بالإرث مما ترك الوالدان والأقربون يعني أبوك أمك مات وترك إرثا فالابن أولى بإرثهما من الإخوة من الأعمام من سائر الناس والأقربون سائر الأقارب الأقرب أولى من الأبعد في الإرث بعد ذلك الآية تقول والذين عقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم أي يعني صارت بيعتهم في أعناقكم الأيمان جمع اليمين يمين يعني يد اليمنى عقدت ايمانكم لانه كان في البيعه يصفق المبايع يده على من يبايعه فالايه تقول والذين عقدت ايمانكم في الارث عندنا هاي المساله مذكوره ان طبقات الارث سته طبقات الطبقه الاولى الاباء يعني الاب والام والابناء سواء ذكور او اناث. في سوره النساء كيفيه تقسيم الارث بينهم مذكور. زين اذا واحد مات ليس له اب ولا ام ولا ابناء الطبقه الثانيه. من هم الطبقه الثانيه؟ الاجداد والاخوه. هؤلاء طبقه ثانيه. إذا واحد مات ليس له أب وأم، وليس له أبناء، وليس له أجداد، وليس له أخوة، توصل الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة من هم؟ الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. زين ما عنده حتى أعمام وأخوال ما عنده. المعتق يعني إذا واحد عبد اشتراه مسلم. ايام اللي كانت العبيد والاماء موجوده، اشتراه مسلم ثم اعتقه، لان الاسلام يحث الناس على عتق العبيد، حتى من موارد الزكاه، مصارف الزكاه العبيد. في الايه الشريفه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني في العبيد. زين اعتق عبدا هذا العبد ليس له قريب ثم مات هذا العبد يرثه المعتق ثم ضامن الجريره ضامن الجريره يعني اذا واحد اتفق مع شخص ضمن عقد مذكور بالتفصيل في الكتب الفقهيه على ان يضمنه يكون ولاؤه له اذا ارتكب جنايه بالخطا ذاك ضامن الجريره يضمن الديه فاذا مات هذا الشخص ضامن الجريره يرثه زين ما عند ضامن الجريره الوارث من يكون في الطبقه السادسه الامام إذا اذا واحد مات وليس له وارث لا قريب ولا بعيد وليس كان عبدا حتى يكون له معتق ولم يكن له ضامن جريره يكون ماله للامام عليه الصلاه والسلام، في زمان حضور الامام يسلم الى الامام، وفي زمان الغيبه يعتبر سهم الامام يسلم الى الفقيه الجامع للشرائط ليصرفه فيما فيه رضا الامام عليه الصلاه والسلام، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم. فاتوهم نصيبهم الذين بايعتموهم بأيمانكم، يعني الامام لأن الانسان لازم يبايع الامام، من مات وليس في عنقه بيعة لامام، مات ميتة جاهلية. وفي حديث آخر من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية، فاتوهم نصيبهم، يعني نصيبهم من الارث، ان الله. كان على كل شيء شهيدا، يشهد، فلا تبخسوا احدا ارثه. فهنا ما عقدت ايمانكم والذين عقدت ايمانكم، الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول: انما عنا بذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام. بهم عقد الله عز وجل ايمانكم، يعني طلب منكم البيعه لهم. والبيعه عقد لذا الإنسان لا يحق له أن يخالف البيعة التي بايعها ويعتبر نكث للبيعة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه هذا بالنسبة إلى الحديث الأول من هذا الباب واما الحديث الثاني في هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في تفسير هذه, هذه الايه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ان هذا القران يهدي يعني يهدي الناس للتي يعني للطريقه التي هي اقوم يعني احسن الطرق واكثرها استقامه لماذا أقوم؟ لأنه الشرائع السابقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء كشريعة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وشريعة عيسى عليه السلام على نبينا وآله وشريعة نوح وشريعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام هذه الشرائع هذه الشرائع مستقيمة لا عوج فيها لكن استقامتها لزمان يعني الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة على نوح شريعة مستقيمة وتهدي إلى الجنة لكن هذه الشريعة استقامتها إلى زمان إبراهيم فلما بعث الله عز وجل إبراهيم عليه السلام نسخ شريعة نوح وأنزل على إبراهيم شريعة أخرى زين الذين كانوا يعاصرون إبراهيم عليه وعلى ال نبينا واله الصلاه والسلام في زمان ابراهيم بعد ما كان لهم حق يعملون بشريعه نوح لان تلك الشريعه نسخت. وهكذا شريعه ابراهيم الى زمان موسى نسخت بشريعه موسى وشريعه موسى الى زمان عيسى نسخت بشريعه عيسى وشريعه عيسى الى زمان نبينا محمد صلى الله عليه واله وبه نسخت تلك الشريعه. فتلك الشرائع، طبعا الشرائع تتعلق بفروع الدين. ما تتعلق باصول الدين، لان اصول الدين لا تغير فيها، ان الدين عند الله الاسلام. اصول الدين ما تتغير، التوحيد ما يتغير، الاعتقاد بالانبياء لا لا يتغير، الاعتقاد بالمعاد لا يتغير، اصول الدين لا تغير فيها. لذلك مله جميع الانبياء هي الاسلام، الذي يعبر عنها بملة ابراهيم. لكن الشريعه هي التي تنسخ تنسخ هي التي ترتبط بفروع الدين في كيفيه الصلاه في كيفيه الصوم في كيفيه الحج وما الى ذلك الشريعه الاسلاميه التي نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه واله هي اقوم لماذا؟ لانها مستقيمه ولا تنسخ لجميع الأزمنة الشرائع السابقة مستقيمة لزمان خاص لذا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم زين هذه الشريعة هي أقوم الشرائع لا نسخ فيها ماذا تضم هذه الشريعة هذه الشريعه فيها مجموعه من المفردات من تلك الامور اللي ترتبط باصول الدين انه انت تاخذ الشريعه من الرسول صلى الله عليه واله، مو من غيره. وبعد الرسول صلى الله عليه واله تاخذ هذه الشريعه من الامام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، مو من غيره. حتى الان في زمان الغيبه او حتى في زمان الائمه عليهم الصلاه والسلام كان هناك علماء مجتهدون لكن هذا يجتهد في فهم كلام الائمه عليهم الصلاه والسلام. يعني كلامه استنباط من كلامهم مو انه من نفسه، مو اجتهاد من نفسه، ليس اجتهادا في مقابل النص وانما اجتهاد في فهم النص. آني هكذا أرى يعجبني هذا الكلام هذا ما يفيد أنت تشوف النص شنو هو تستنبط من ذلك النص حكم الشرع حكما شرعيا نعم قد يختلف الاستنباط لا بأس لأن المجتهد قد يخطئ لذا الاستنباط قد يختلف لكنه ليس رأيا له وإنما استنباط للحكم الذي بينه الإمام الحكم الذي بينه الرسول الحكم الذي بينه القرآن الكريم ان هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي اقوم قال يهدي الى الامام هذا بيان مصداق من مصادق التي هي اقوم ومن ابرز المصادق لان القرآن يهدي الى التوحيد القرآن يهدي الى النبوة القرآن يهدي الى الامامة والى الامام ذكرنا فيما مضى الايات التي تدل على الامامه وتدل على الامام. وايضا القران يدل على المعاد يهدي الى المعاد هذه في اصول الدين. والقران يهدي الى فروع الدين ايضا. كل اساسيات فروع الدين موجوده في القران الكريم. نعم الرسول بين التفاصيل، الائمه بينوا التفاصيل. القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أرشدك إلى الإمام القرآن يهديك إلى الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين القرآن يهديك إلى الإمام أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر واولي الامر منكم كما مر تفصيل هذه الايات الكريمه. الامام الصادق في هذا الحديث يقول ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يقول قال يهدي الى الامام هذا بيان لمصداق من اهم المصادق لماذا؟ لانه بعد الرسول الذين لم ياخذوا من الائمه ضلوا. في توحيدهم ضلوا، في نبوتهم ضلوا، في امامتهم ضلوا، في معادهم ضلوا، في احكامهم الشرعيه ضلوا لأن الرسول ماذا قال أني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا زين من هما الثقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي إذا واحد تمسك بهما لن يضل زين الذي لم يتمسك بالإمام بنص حديث الثقلين ظل ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فاذا ظلوا في التوحيد انت الان شوف الملل والنحل عقائدهم في الله فيها ضلال كثير فيها تجسيم وفيها تشبيه وفيها مخالفة للقرآن الكريم وفيها مخالفة للعقل في مسألة النبوة ضلوا في مسألة الإمامة ضلوا في مسألة المعاد ضلوا في كثير من الأحكام الشرعية ضلوا اما الذين تمسكوا بالامام، تمسكوا مو فقط ادعاء هذا التمسك سبب لهم ان لا يضلوا، تمسكوا بالقران وتمسكوا بعتره الرسول اهل بيته عليه وعليهم الصلاه والسلام، قال يهدي الى الامام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم جميعا باذنه سبحانه وتعالى، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين